مساء الخير أعزائي المشاهدين، ورمضان كريم. إن شاء الله ينعاد على جميع المسلمين واللبنانيين بالخير والبركة والسلام بربوع لبنان بهالشهر الفضيل. تشاء المصادفة أن يستضيف برنامج وجها لوجه الليلة عبر تلفزيون لبنان النائبة ورئيسة مجلس إدارة النهار ورئيس التحرير تحريرة نيلة تويني في الذكرى الرابعة لرحيل عميد الصحافة اللبنانية وعميد النهار الأستاذ الكبير غسان تويني في 8 حزيران. هذه الذكرى ستظلل الحوار مع نيلة تويني بطبيعة الحال، لأنها مضت على رأس النهار وقد تعهدت الاستمرار على خطى جدها غسان وولدها الشهيد جبران تويني، وهي لا تزال تخوض غمار العقبات والصعوبات والظروف التي تجتازها الصحافة اللبنانية والنهار من بينها، وذلك من أجل ضمان ديمومة النهار واستمرارها وتطورها. أما في المقلب السياسي فإن الحوار مع نيلة تويني سيكون مميزاً أيضاً، لأنها مقلة غالباً في إطلالاتها التلفزيونية، وسنحاول أن نستكشف معها ومنها الليلة نظرتها كنائبة وصحفية إلى واقع لبنان بعد الانتخابات البلدية وفي ظل استمرار الفراغ الرئاسي. مساء الخير ست نيلة، أهلا وسهلا فيك ببرنامج وجه لوجه. مساء الخير ورمضان كريم على جميع اللبنانيين. أهلا وسهلا فيك. أنا بتصور اليوم يعني الناس بانتظارك، لأنه يعني متشوقين يستمعوا لإلك. طبعا هن بيشوفوك بيقروك أسبوعيا، بس الاستماع لإلك رح يكون مختلف أكيد، وفي كتير ناس ناطرينك. بداية قبل ما نبلش بالشق السياسي واللي رح يسبق الشق الصحافي، بدي أسألك اليوم بذكرى غياب الأستاذ غسان تويني، شو شعورك شخصيا بمرور 4 سنوات على غياب الاستاذ غسان؟ يعني اكيد غير الشعور انه الجد يلي تركنا وراح، في شعور انه اليوم نحن قد ايه بحاجه لشخص مثل غسان تويني، لانه اليوم ما بيرجع شخص مثل غسان تويني. كان رجل عن جد اليوم عايزين شخص مثله. كنت عم برجع اليوم غير يعني استذكر، كنا عم برجع بقرا مقاله نبيل بومنصف يلي كان عم بيحكي عن مقالاته. اليوم قد ايه بحاجه نحن لشخص مثله يوعي اللبنانيه، يوعي هالزعماء بلبنان. قد ايه كان هو متخوف يعني بمقالاته، قد ايه كان هو عم بيكتب وخايف على الوطن. اليوم عم نرجع نستعيد التاريخ نفسه من بعد عهد الرئيس أمين جميل، كيف كان خايف من الفراغ وقت رئاسة الجمهورية، وكيف كان خايف أنه يصير في حرب. اليوم ذات الشيء نفس الشيء عم نعيشه، كان خايف أنه تروح الرجال الكبار ويكون في خوف على لبنان. اليوم نحن عم نعاني كثير، واليوم بنحس قد ايه في فراغ، عايزين اشخاص مثل غسان تويني. ويا ريت اليوم بكل تواضع، مش لانه جدي، بس يا ريت كلنا ان كان الزعماء السياسيين وان كان السياسيين وان كان اللبنانيين نرجع بنقرا هالمقالات تيكونوا درس وطني لإلنا كلنا، تنجرب نشوف كيف ممكن نخلص بلدنا وما نفوت بشي حرب ما نعود نعرف كيف نطلع منه. هو الأستاذ غسان كان قامي كبيري، يعني قامي كبيري على مستوى الوطن، ويعني أحيانا مع أنه يعني كان يقول أنه ما حدا أكبر من وطنه، بس كان صيته يعني مختلف نظرا لعلاقاته الدولية، نظرا لموقعه. لو تصورت نيلة اليوم الأستاذ غسان لا يزال حيا مثلا، يعني شو كنت بتتوقعي انه يكون موقفه او نظرته لواقع البلد للمجتمع؟ لانه مثل ما ذكرتي يعني في عنده مقالات قد تصح هلا تنطبق حرفيا تقريبا على واقع لبنان اليوم. يعني يا ريت اول شيء الكل بيرجع بيقرا جمهوريه في اجازه، واليوم من النهار رح نرجع ننشر بعض المقالات تنتعلم منها تتكون درس لإلنا. ما بعرف شو ممكن اتصور شو ممكن يكون، بس ممكن يكون عم بيقول، بس اكيد كان منتفض على كل اللي عم بيصير، وكان مش قبلين بكل اللي عم بيصير، لانه عن جد اليوم الجمهوريه باجازه، الزعماء باجازه، مش معروف وين رايحين، باي نفق نحن فايتين فيه ولوين رايحين. بعتقد الشعب تعب، اللبنانيه تعبوا، وبعتقد انه يلي نحن اليوم عم نمرق فيه، عم نمرق على يعني نحن على الهاويه، مش معروف لوين رايحين. يعني هالقد متشائمه يعني منا تشاؤم، بس هي مثل واحد جرس انذار تما نوصل لمحل نضطر انه يكون في شيء اسود قدامنا ومش عم نعرف شو نعمل فيه. ست نيلة، انت من رعيل النواب والسياسيين الشباب اللي حملتهم ثوره الارز، واللي حملهم قسم جبران الشهير الى مجلس النواب،
واللي ضل استاذ غسان تويني لاخر رمق يطالب بالشباب يعني ويعطي ثقه للشباب لحتى هن يستلموا زمام الامور. الا ترين انه بمشهد ازمات اليوم لبنان اليوم انه يعني هذا الرعيل من الشباب سقط مع سقوط يعني السياسيين التقليديين بلبنان؟ الشباب ما ممكن يسقطوا، يعني ما بدي زعل حدا، بحس انه هالزعم ما سقطوا، بس الشباب ما ممكن يسقطوا. بحس انه الشباب هن الثوره، هن التغيير. اليوم لازم الشباب كلها تنتفض، مش عم بحكي بس الشباب المستقلين اللي ما خاصه بالاحزاب، لا بالعكس، يعني ان كان الشباب داخل الاحزاب، الاحزاب شيء كثير منيح، لازم يكون في احزاب. يمكن الشباب داخل احزابهم لازم ينتفضوا ويغيروا ويساعدوا تيصير في تغيير بلبنان ويساعدوا لخلاص وطنهم، وان كان الشباب المستقلين لازم كمان يكونوا عم بغيروا، يعني ما ممكن الشباب يكون هو انتهى، اليوم الشباب هو اللي بيثور، الشباب هو اللي بغير، اليوم نزلوا على الشارع، انتفضوا، حكيوا، كل واحد انا مع كل هالشيء بيكون بطريقه سلميه، اكيد كل شيء بيتخطى كل شيء سلمي انا ضده، يعني نحن مش جايين نكسر ولا نضرب ولا نعمل قصص او نواجه اليوم الدوله، يعني الامن، امننا بالعكس نحن لازم نكون يعني عم نتعاون مع امننا. كل هالشيء المشهد البشع اللي صار انا اكيد ماني معه، بس انا مع كل شيء الحراك المدني اللي صار على الارض وقته. انا مع كل حراك مدني بيفيد، بس مش مع حراك مدني بيكسر، يعني انا مع كل شاب ينتفض، كل شاب اليوم اذا انتفض من وين ما هو يمكن بيقدر يخلص ويغير، لأنه بعتقد أنه من دون نبض الشباب نحن ما فينا نعمل شيء أصلاً. يعني النهار كان عنده على طول جانب له علاقة بالشباب، إنما يعني جبران تويني كان عنده نهار الشباب ويعني كان قائد بهذه القصة، إنما ما قصدت نيله هو يعني كونك يعني من رعيل السياسيين الجدد، يعني الانتخابات النيابية حملت إلى مجلس النواب بعض السياسيين الشباب، صح. إنما يعني ما شفناهم بمعنى أنه هل طمستهم يعني القيادات السياسية التقليدية، هل هي قيادات أو هن يعني ما قدروا غيروا أو ما ساهموا بالتغيير مثلا؟ الشباب اللي فاتت على البرلمان ما فاتت ككتلة، هي كتلة شباب فاتت جرب تغير، كل واحد موجود بحزب معين، كل واحد قليل المستقلين، يعني كتير قليل المستقلين، واليوم كلنا بنعرف تركيبة لبنان وتركيبة البرلمان، ما نتخبى ونقول في غير هيك. اليوم الزعماء كل شيء عم بيتقرر على طاولة حوار، أو الزعماء بيقرروا برا ونحن جوا بالبرلمان للأسف ما في هالدور الكبير، يعني لا تشريع صار فيه بكل هالفترة، لا اليوم فيك تجي تحكي وتغيري وتقولي إنه أنا رح أجي غير، تنكون واقعيين، يعني في 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 كتل كبيرة هي اللي بتقرر وبتقرر أكثر بينها، يعني بيتحدثوا بين بعضهم قبل ما يفوتوا حتى على البرلمان، خلينا نكون واعيين ونحكي الحقيقة. هي الحقيقة اللي يمكن في كتير رح ناس ينصدموا، بس هي الحقيقة اللي نحن بنعيشها، يعني اليوم شاب أو اثنين أو ثلاثة ما رح يقدروا يغيروا جوا، معروف كيف تركيبة البلد واللي عم بيصير، وكرمال هيك الواحد بينه وبين حاله بفضل تقولي لي ليه ما قدمت استقالتي؟ لا ما رح أقدم استقالتي، بس إنه بجرب بطريقة معينة، قد ما فيك تجربي ما فيك تغيري شيء. طرح حدا طرح عليك تقدمي استقالتك؟ لا دايما بسألها أنا، ما عندي بيسألوني الناس إنه ليه ما بتقدمي استقالتك؟ ما رح أقدم استقالتي، بس إنه اليوم النايب اليوم الشاب جوا منه قادر وحده هو يغير، يعني بده يصير في تغيير، يعني على صعيد الانتخابات، وقت اللي بصير في انتخابات يصير في تغيير تيفوت اكثر عدد من الشباب ويكونوا هن كلهم مع بعضهم عم بجربوا يغيروا شيء بهي التركيبه اللي اليوم موجوده، مش انه انا ما بحترم هالتركيبه، بحترم كل شخص وكل زعيم وكل حزب، بس انه لازم يكون الشباب عندهم دور ثاني يجربوا يغيروا بطريقه معينه. يعني امبارح نيلا شفنا الانتخابات البلديه اللي احدثت تصدعات ببعض الاحزاب وطبعا القوى السياسيه، هذا الامر دفع بعض القيادات الى القول انه علينا ان يعني نرى ماذا حصل، نتبع الشباب، يعني نشوف الحركة الشبابية والتغيير وكذا، إنما بنفس الوقت يعني نرى اللجان النيابية المشتركة امبارح أنه ما قدروا اتفقوا، راحوا على طاولة الحوار. على طاولة الحوار، يعني يعني ما بعرف هل أنت عم تعبري عن يأس من أنه أو في تناقض بين السياسيين، إذا بتلاحظي أنه بيطالبوا بالتغيير وبذات الوقت بيرجعوا بنفسه شغلة مختلفة، ما بعرف إذا هذا الشيء واقع أو أنت عم تلمسيه أو هذا واقع ما عم بيقدروا يطلعوا منه، يعني
هذا الواقع مثل ما قلت لك التركيبه ما عم بيقدروا يطلعوا منها، انه اليوم شفنا مين عم بيقرر هالطاوله الحوار هالزعماء، ويا ريت اصلا عم بيقدروا يعملوا شيء ينفذوا شيء تغيير. بس اللي بيقولوا يعني طاوله الحوار انه هي بتمثل الناس بالاخر، انه طبعا القوى السياسيه بتمثل الطوائف، طبعا اكيد بتمثل بتمثل قسم كبير من الناس، بس بذات الوقت مش كل الناس حزبيه، بتمثل شيء كبير. بس بلاقي انه اليوم لازم نجرب نشوف طريقه وين يكون صار يصير في دم جديد، تغيير جديد. ما بعرف انه اليوم في شيء ناقص بهالبلد، بده نبض جديد، بده نفس جديد، بده ثوره، بده ثوره تننقذ هالبلد يلي كلنا معلقين فيه. وقد نحن يعني هذا البلد اللي بيعنينا كلنا، لبنان انا بحسه بلد العجائب اللي لازم عن جد نخلصه من اللي نحن اليوم فيه. يعني لكن هالمسار الشبابي اللي او المسار النيابي الشبابي اصطدم بعقبات، يعني بمعنى انه اي مسار اخر للشباب يمكن قد لا يكون مشجع الا اذا كان بمعنى يكون اكبر من حجمه، يعني ما لا يقتصر على المدى اللي عم يفسحوا له نيال الكبار القيادات الكبيره، او لانه عم بيجوا تحت ظلهم، هذا المقصود؟ اكيد لازم يكون في دور اكبر للشباب، لازم يكون في دور اكبر للسيدات، لازم يكون في دور اكبر لوجوه جديده، لوجوه يعني اليوم شفنا ان كان بالبلديات في كثير وجوه جديده، في كثير اشخاص جديده عم نشوفها عم بيكون عندها اهتمام بالبلديات، بضيعها، بمناطقها، بدها تجرب تعمل دور جديد، يعني تعطي شيء ثاني، تقدم شيء جديد. كنا عم نشوف هالشيء وتفاجئنا انه قد ايه كان في حركه جديده. أي. ليه لا؟ انه خلينا نعطي هالفرصه لانه شفنا كل اللي صار. يعني حتى النائب وليد جنبلاط من عدة ايام شو كان عم بيقول بالمقابله؟ انه الناس قرفت. ايه طبعا طبعا الناس قرفت، انما يعني كلهم بيقولوا هيك، يعني انا مع احترامي للزعامات السياسيه كمان، انما كلهم بيقولوا هيك، بس بذات الوقت يعني المدى المسموح للشباب او هم يعملون، يعني في احتجاجات كثير من الناس بالاخر الزعامات التقليديه هي التي تختار الشباب من حولها، يعني ولا يفسحون مجال للناس الشباب العاديين الكفؤ يعني أن يوصلوا. ما بعرف اذا عندك انطباع من هذا النوع، هذا اعتراض الشباب. يعني أكيد. اعتراض الشباب مش بس انه ما عم يفسحوا له المجال، انما الزعماء التقليديين هم عم بيختاروا الشباب. انا هذا اللي قلته بالاساس، انه الاحزاب شيء كثير مهم، والاحزاب الموجوده كل حزب عنده دوره وعنده اهميته، وما حدا في يلغي ولا اي حزب. يعني مش اذا اليوم بيجي شاب مستقل عم بيحكي بيعتبر انه هو ضد هالحزب او ضد هالحزب، ما حدا ضد اي حزب. الاحزاب لازم تكون، ولازم يكون في وجوه جديده، شباب جديده عندها دور، بلكي كمان كلهم وقت اللي بيتعاونوا كلهم مع بعضهم وبيحطوا ايدهم كلهم مع بعضهم ممكن يوصلوا لشيء، ممكن يشوفوا نظره ثانيه، نظره مختلفه من غير وجهه نظر، من غير وجهه حزبيه. ما بعرف، انه انا بحس لازم يكون في شيء جدي ينشغل عليه، تواحد يقدر يبلش يغير شوي شوي ويوصل انه يوصل صوته بطريقه جديده. هل حاولت تعملي شيء من هالنوع بخلال فتره النيابه واصطدمتي بهالعقبات حضرتك؟ هي مش من خلال النيابه، هي هذا شيء اكثر بينشغل عليه بالجريده، يعني كنهار وكرساله النهار، ان كان عبر الجريده او ان كان عبر الموقع الالكتروني. النهار دائما هي كانت رسالتها، يعني ايام جبران بنتذكر الهايد بارك كيف كان الشباب تعبر، كان منبر للشباب يحكوا ساعة ابدا. اليوم اكيد صارت اختلفت الايام لانه صار كل الشباب قادرين يعبروا عبر السوشيال ميديا، كل واحد صار عنده سوشيال ميديا وعنده دوره وعنده بيقدر يحكي. بس اليوم نحن كمان حتى اطلقنا حمله اسمها حرر فكرك، اللي هي حمله كثير مهمه، انه اليوم كل شخص لازم يحرر فكره، مش يعني يحرر فكره يعني يطلع، بس بالعكس يحرر فكره، يقوله، يعبر، يكتب، يمكن بصوره، يمكن بفيديو. ونحن اليوم كمان مستعدين كنهار ننشر له اياها ونساعده انه نجرب كلنا سوا نعمل هالحراك، نقدر نغير ونغير بهالبلد. هلا هيدا مساله هيدي حرر فكرك هيدي بمواكبه المساله الصحفيه، انما يعني واضح انه عم تحاولي انت يعني القسم السياسي او ما تدعي اليه من ثوره شبابيه هو عبر النهار اكثر ما هو عبر العمل السياسي المباشر، يعني بالنيابه او شغله من هذا النوع. ست نيلة، يعني لاحظنا يعني بالانتخابات البلديه
كنت شديدة الاهتمام بالمجتمع المدني، وحتى يعني كان عندك يمكن بعض التعاطف اللي عبرتي عنه ببعض المقالات بمسألة الحراك المدني أو يمكن بدعم لائحة مدينتي بيروت، مدينتي ببيروت أو هيد. بالوقت اللي يعني هل كنت عم بتراهني أنت ضمنا على أنه إذا نجاحهم هدول ممكن يوصل لشيء؟ يعني أو أنه يعني خلافاً لموقعك السياسي المعروف يعني أو مفترض أنه من ضمن قوى 14 أدار أو أي شيء من هذا النوع؟ يعني أكيد هي بدها يعني يمكن الناس اليوم بيتفاجئوا، بس واحد بده يكون لازم يكون صريح ولازم يكون واقعي وما يتخبى. أكيد أنا من ضمن 14 أدار، من أساس 14 أدار، مش بس من ضمن، من أساس 14 أدار. أكيد حتى أنا ما بخبي، بالعكس أنا قريبة من الرئيس الحريري وبالعكس بكتير قصص بتفق معه، بس بموضوع بيروت مدينتي لقيت أنه ما فيي كون عم كذب على حالي وما كون عم بتطلع بهالشباب وقول برافو عليهم، لأنه أكيد مش رح أجي أستعمل بيي وقول لو جبران هون كان قال برافو عليهم، أكيد ما رح أقول هيك، أو لو جبران هون كان دعمهم أكيد ما رح أستعمله. أنا اليوم كنيلة كشابة لبنانية عم شوف شباب، ما عم بحكي عن شخص أو اثنين أو ثلاثة، عم شوف شباب عم جربوا يعملوا تغيير، عم شوف شباب بطريقة حملتهم، بطريقة حتى كيف كانوا عم بيجمعوا المصاري، إن كان بالمهرجانات الغنائية اللي عملوها، إن كان أونلاين بكل شفافية، يعني كل ليرة كانت عم بتفوت كانت هالقد شفافة، إن كان ببرنامجهم، إن كان بالطاقات الشبابية، بالخبرات، مش يعني اليوم البلدية الموجودة ما عندها خبرات، أكيد عندها خبرات، أكيد أشخاص كتير بحترمهم، أشخاص كتير بعرفهم، بس كانت مفاجأة. وبلاقي إنه يا ريت قدر بمحل معين، قدر اليوم الرئيس سعد الحريري يشوف كيف فيه يكون قريب منهم، يمد ايده لقلهم، يحكي معهم، تيشجع، لانه هو شاب وهو بيامن بالشباب، وهو هالشيء بيشبهه انه شوف كيف يتعاون تيدعم هالنوع من الشباب وهالطاقه الشبابيه تتوصل وتجرب تغير. يعني هذا اللي اليوم نحن بحاجه لقله، نحن بحاجه انه نشوف كيف يوم ناس جديده عم تقدر تقدم شيء جديد وتجرب تغير شيء جديد. بعرف في كتير كان رح يزعلوا، في كتير رح يجوا يأيدوا انه كيف انا بعمل هالشيء، كيف بتجرأ وبحكي هيك، بس هذا واقع، لانه هذا البلد انه بيعتبروك اذا انت يعني كانه انت محسوبه على حدا، مش يعني انا ماني محسوبه على حدا، انا اليوم عندي موقعي، عندي قريبه من كثير اشخاص، وبعض الاحيان بختلف مع بعض الاشخاص بموضوع معين لانه بحسه انه ما فيي يكون عم كذب على حالي او على بيئتي او انا وين خلقت وكيف ربيت وكيف وعيت. ربيت مع اشخاص علموني انه واحد يكون جريء، علموني الواحد يحترم الناس الجديده، طاقات الشباب الجديده، ويجرب يعني يكون عم بيشجع هالاشخاص. كرمال هيك ما فيك ان كان النهار ما تكون عم تقدر ما تشجع هيك شباب، لانه هيك تعلمنا كل شاب جديد. يعني اليوم الوزير زياد بارود من هالشباب يلي كانت ايام الهايد بارك وايام ايام كانوا الصحفيين اللي كانوا مراسلين بنهار الشباب، وهو بيقوله وبالعكس، يعني بلاقي انه اليوم لحنا هول هيدا النهار وهيدا غنى النهار، وهذا اللي بيوصل انه لبنان يتغير ويتقدم. انا بظن انه دولة الرئيس الحريري بتصور رح ياخذ هالشيء بالاعتبار، لانه بنظره اعاده النظر باللي حصل بتصور صار عنده يعني تقويم مختلف للي صار ببيروت بالتاكيد. ست نيلة، بذات الوقت الانتخابات البلديه احدثت نوع من انقلاب، عم نشوف يعني تباعا انعكاساته او تردداته على الساحه السياسيه. كيف شفتيها أنت؟ كيف شفتي اللي صار بالانتخابات؟ بهالانتخابات؟ يعني هل هي فعلا أنه يعني كانت إنمائية على أساس أنها إنمائية؟ خضتها الأحزاب السياسية كتجربة للانتخابات النيابية في محلات يمكن شافت ربحت، في محلات شافت شو بدها تعمل السنة المقبلة، أنت كيف شفتيها؟ إيه للأسف أنه كانت مثل واحد عم بيتمرن على يشوف كيف ممكن تكون الأرض على الانتخابات النيابية، وهذا اللي برجع
بحزن عليه انه هذا اللي كنا عم نحكي فيه ببيروت مدينتي، انه لازم نترك انه القصص البلديه تكون للانماء اكثر، للاشخاص اللي بدهم يطوروا، مش للاحزاب اللي عم بتشوف كيف بدها بكره تربح الانتخابات. صار في كثير تحدي ببعض المناطق، يعني حتى يعني ان كان 14 اذار وان كان 8 اذار، بكل الطرق في قصص بالمشهد السياسي اللي صار كان شوي بيزعل. يعني انا في قصص بتزعلني مثلا، انه رح اسالك شو بيزعلك قبل ما ننتقل لبريك، بس لانه شو اللي يزعلك؟ ما بيزعلني معركة دوري شمعون، بيزعلني معركة ضد بطرس حرب، في كتير معارك بتزعلني لأنه هو الأشخاص بلاقيهم من الأساس اللي كان من زمان عم بيناضلوا، بلاقي إنه مش جايين هون نعمل مثل عرض مين أقوى أو مين، بالعكس بلاقي إنه بالعكس لازم نشوف كيف نحن كل منطقة تكون عم تتطور، ويكونوا السياسيين عم يمدوا إيدهم لبعضهم تيشوفوا كيف يطوروا كل منطقة، مش إنه مين أقوى من مين ونجي نتحدى أشخاص بعتقد عندهم بعد دور مهم بلبنان. رح أرجع لك بهيدي القصة، إنما رح نوقف شوي مع بريك إعلاني، فاصل إعلاني وسنعود إليكم يعني أعزائي المشاهدين. أعزائي المشاهدين، لنكمل حوارنا مع السيدة نيلة تويني. ست نيلة، ذكرتي أنه على البيوتات السياسية التي يعني جرى محاولة أنه اقتناصها، حتى ما نقول يعني هذا بالانتخابات البلدية، على أساس أنه هي معركة سياسية، كان يبدو عندك اعتراض على هذه المسألة، أو ما بعرف كيف بتلاقيها للمسألة بتشوفيها. هي كيف بدي أقول لك الصورة، أنه اليوم بالعكس نحن اليوم مع المصالحة بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وكنا ناطرينها من زمان، وهذا اللي كل واحد منا بيتمناه، يعني ما بيتمنى المشكل لحدا، بالعكس بدنا نحن نكون كلنا موحدين، واليوم خصوصا كمسيحيين للأسف أنا ما بحب أحكي بالطائفية، بس أنه لازم اليوم نكون موحدين ومتفقين، وبقى نزعزع الناس ونزعزع البيوت والعائلات ونقسم العائلات، بالعكس أنا بلاقي هذا شيء كتير مهم للبنان. بس مش يعني إذا اليوم هن اتفقوا يعني كمان لازم ينسوا بعض الأشخاص والقياديين السياسيين. بس بالسياسي يعني السياسي ما بترحم عادة، يعني الممارسات السياسية ما بترحم، يعني طبعا ما بترحم، بس في أشخاص لعبت دور كبير بلبنان، ولعبت دور كبير ب 14 أدار، ولعبت دور كبير حتى قبل 14 أدار، أيام اليوم الوجود السوري بلبنان، أيام كل هال يعني كل هالفترة، وعندها دور، عندها دور بالبلد، عندها دور سياسي. ما بلاقي إنه نحن لازم يكونوا هن ضدهم، بالعكس لازم يكونوا عم بيمدوا لهم إيدهم ويتعاونوا معهم ويكونوا عم بيتحاوروا معهم، مش يكونوا جايين عم بيجربوا إنه تقصدي يعني التحالف المسيحي بالاطار اللي صار. هلا في جانب انا معه، وبالعكس يعني هذا اهم شيء بلاقيه انه صار هالسنه التحالف القوات العوني، انما اعتراضك على بعض وجوه التحالف على الطريقه مع بعض الاشخاص يلي بلاقيهم انه عندهم دور كثير مهم ولعبوا دور كثير مهم من الماضي لليوم بعدهم عم بيلعبوا. ست نيلة، الشق له علاقة كمان بالانتخابات البلدية اللي ما اقتصر طبعا على الجانب المسيحي، واللي شفناه باللي صار بتيار المستقبل، يعني اللي صار بطرابلس وأخذ بعد مختلف كليا. هل أنت يعني من نظرتي كنائبة كعضو ب 14 أدار وأيضا يعني كصحفية رئيس تحرير النهار، أنت كيف بتشوفي مثلا اللي عم بيصير مع بتيار المستقبل؟ يعني هل هناك محاولة لإضعاف الرئيس الحريري أو لاستضعافه، أو أنت شو رأيك؟ أو يعني حسب معلوماتك أقل ومعطياتك، إن اللي بده يجرب يستضعف الرئيس الحريري بيكون بده يأذي لبنان، لأنه بعتقد أنه يوم الرئيس الحريري كشخص غير أنه هو شاب معتدل، هيدا اهم شيء اليوم موجود، زعيم فينا نقول انه اليوم زعيم بيمثل شريحه كبرى من اللبنانيين. يعني اذا اليوم عم نجرب ابعاد سعد الحريري، يعني كانه في حدا عنده مخطط انه يكون ما بقى في اعتدال سنه بلبنان، بالعكس عم بيكون عم بيشجع التطرف، هذا شيء كثير بخوف، لانه اليوم نحن بعتقد نحن لبنان اللي بنطمح له يكون لبنان المعتدل، لبنان اللي هو للكل، مش لبنان التطرف، مش لبنان
لبنان بصورة جديدة مش نحن المتمنية وما بتشبهنا. أكيد اليوم عم بيواجه مشاكل، عم بيواجه صعوبات كبيرة، ورغم كل هالشي بعتقد أنه قد ما قادر عم بيقدر يناضل ويواجه، واللي عم بيجرب اليوم يمكن يستبعده. ما ننسى أنه كمان اغتاله الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يمكن هيدا استبعاده كمان هو من هالمخطط لإنهاء يعني هذا الشخص اللي يعني اللي عم بيجرب يعمل هالشي بيكون عم بيجرب يأذي لبنان مره ثانيه مثل ما صار بال2005. شيء خطير، يعني عم تقارني بين المرحله الماضيه اللي سبقت اغتيال الرئيس الحريري والمرحله الحاليه بمدى خطورتها، يعني بالوقت اللي يعني يقال انه هو نوعا ما انه في هناك سوء إدارة يمكن من تيار المستقبل لمعركة طرابلس، وهي ليست إلى هذا بهذا الحجم. هل هي كذلك؟ يعني يلي عم اللي بنسمعه اليوم إنه اللي عم بجرب يقولوا إنه في إنهاء أو استبعاد أو كل هالشيء، لازم الناس توعى إنه هذا الشيء كتير خطر للبنان، لانه كمعتدل قيادي معتدل، يعني انه شو بدهم ينهوا الاعتدال السن بلبنان، هذا شيء برايي كثير خطر. لانه البديل منه شو ممكن يكون بتصور؟ يعني البديل خطر. سؤال، يعني بعتقد انه هو منفتح على الكل ومنفتح على هتمانة أدار ومد الايد مرتين بعتقد حتى بالرئاسه، وما بعتقد لا عم بيعرقل بالرئاسه ولا عم بيحرقل بشيء. بدنا نوصل على موضوع الرئاسه. انت ب 14 ادار و 14 ادار منقسمه بين مرشحين من 8 ادار، العماد ميشيل عون والنائب سليمان فرنجي. اين انت من هذين الترشيحين؟ يعني هل انت ممكن مثلا تكوني تدعمي مثلا احدهما او مرشح ثالث؟ ولا مره قلتي شيء، ولا ما زلتي عده مرات على مجلس النواب للمشاركه طبعا بالنصاب، وانما بعدين ما عاد نزلتي لانه طبعا الجلسات لغير مجدية. من المؤسف انه اول شيء بس تكون محدودة بشخصين، انه بالعكس هي لعبة ديمقراطية، لازم يكون في عدة اشخاص عم بترشحوا والاصوات بتتقرر وقت اللي كل واحد بصوت وبحط الصوت بالصندوق. هيدي نسيناها نحن هلا نسيناها للاسف، مش لازم ننسيها، لازم دائما نتذكرها انه لازم نكون عم نشجع نحن الديمقراطية مش غير شيء. مع مين؟ خلينا نشوف لوين رايحه الايام، واكيد بقرب بالصندوق لمين رح صوت، بحط صوتي بالصندوق. بس انت مش مع انه يعني المرشحين من ضمن 8 ادار هناك مرشحون اخرون؟ يعني هالفرصه اللي هلا اجت ممكن، يعني صرنا سنتين عم ندور بدائره مكفله اذا صح التعبير، انه مرشحين لم يعني حظوظهم ليست كبيره. هل في مجال برأيك لمرشح آخر ممكن يعني يطلع من هالمخاض الرئاسي؟ يعني ليه لا؟ إنه لازم يكون في، إنه مش بس هالشخصين، بس يكون في كل شخص عنده برنامج وعنده مشروع للبنان، إذا مشروع جدي يقدم مشروعه. مثل ما قلت لك انا مع لعبه ديمقراطيه، عم بحلم بعرف عم بحلم. ما في مشاريع ست نيلة، ما حدا قدم مشروع، ما حدا بيعتبر انه الرئاسي هي برنامج انه شو بده يعمل. كل انسان معتبر هو شخصه البرنامج، هو شخصه اسمه، معتبر حاله رئيس. يعني صرنا نحن بدنا نختار الرئيس لا ما مش على برامج، لانه حسابات اخرى، يعني حسابات اخرى، يعني نتيجه انه توافق الافرقاء، حسابات انه بيمثل القوى المسيحيه مديها، يعني هل هو قوي لدى المسيحيين؟ يعني في اعتبارات اخرى ما عاد البرنامج موجود، واصلا ما بعرف اذا كان في برنامج، يعني في حاجه الى برنامج. هذا شيء كثير بحزن. يعني بحزن انت برايك؟ اكيد هذا الشيء بحزن، لانه ماني قادره انا شحالي كشاب لبنانيه على القليله احضر على التلفزيون المرشح عم بيواجه اعلامي، يكون عم بيواجهك ويكون عم بيقدم برنامجه مثل ما برا بيعملوا، ويكون عم بيحكي، انه بتمنى هذا الشيء. بنصير نتمنى مثل ما عم بيصير مثلا بامريكا اليوم بين كلينتون وترامب، يعني هالمواجهات لحتى يستحقوا الانتخاب، يعني يستحقوا الوصول الى الانتخابات. طبعا نحن ما رح نقارن حالنا بامريكا، بس يمكن طموح كبير هيدا الشيء.
لا لازم واحد يكون عنده طموح يوم ما يوصل لمحل معين ويجرب يغير. بس بعتقد انه بعد بكير يعني، منا بكره الانتخابات الرئاسيه وبالصندوق ببقى بقرر منك متفقله انه قريبه؟ مش بهالصيف يعني، ما بعتقد انه هالشهرين الصيفيه رح يكون اللي شي. صار امبارح صار في على بعض الامال انه ممكن يصير خلال شهرين مقبلين، ما عندك هالتفاؤل؟ انه اكيد مش بالصيفيه، بلكي على ابواب الشتاء على ابواب الخريف بكون في شيء تنقدر نكون في خلاص لبنان، لانه لبنان صار عن جد مهدد. بعتقد انه صار لازم يكون في رئيس جمهوريه ويكون عنده طموح يغير. ما هو على كل حال ما بعرف اذا يمكن نحصل على يعني بالاخر في انتخابات نيابيه السنه المقبله، كما اجمع تقريبا الجميع انه في انتخابات نيابيه لانه ما في تمديد. يعني عمليا لازم نروح على انتخاب رئيس جمهوريه قبل الانتخابات النيابيه، ولازم يكون في رئيس. هلا ان شاء الله يكون، ما بعرف انت معلوماتك ما في بالشتي ان شاء الله الشتي. نيلا انت يعني انت صحفيه مستقله، وحتى من ضمن 14 اذار كنت مستقله، هل فقدتي الثقة مسبقا بقوة 14 اذار مع انك ذكرتيها هلا؟ انا ودهشتيني انك ذكرتيها، لانه يعني صارت القوة هيدي اندثرت، او صار فيك الواحد صار محل. يعني انت كنت شايفتيها هيك رايحة الامور بقوة 14 اذار؟ انا عندي غير وجهة نظر ل 14 اذار، ويسامحوني الجميع، بس انا بالنسبة لي 14 اذار هي اول شيء الناس اللي نزلت على الشارع هي اللي صنعت 14 اذار، مش السياسيين ولا الزعماء السياسيين ولا المسؤولين اللي كانوا مسؤولين عن قوى 14 اذار. اول شيء انطلقت 14 اذار هي الناس، هيدا المشهد اللي قشعناه واللي حلمنا كنا عم نحلم نحن وعم نطلع كان حقيقه، هو حلم حقيقه. بعتقد انه الناس اللي غيرت بعضهم. الناس اكيد في كثير ناس يمكن منهم يأسوا، يمكن منهم تعبوا، يمكن منهم بعد بدهم. وهون انه لازم كل ما ييأس، كل شخص نزل نهار 14 اذار هو اللي بيقدر يغير لبنان، هو بيقدر هو يرجع يحرك ليرجع على القليله نتفق كلنا على شغله واحده، في حدا ما بده رئيس جمهوريه؟ على القليله اللي ننزل نطالب انه بدنا رئيس جمهوريه، لازم مثل ما طلبنا انه بدنا نتحرر من الـ من الـ من السور اليوم. بس مين بده يجمعهم هلا؟ هن لازم يجمعوا بعضهم، ما ينطروا حدا يجمعهم اصلا. ما شو اللي جمعهم نهار 14 اذار؟ جمعتهم قضيه وقتها، جمعتهم قضيه، واليوم في قضيه هي مثلا قضيه اهمها هي الانتخابات الرئاسه، بلد امن، بلد يكون قادرين انا قادره اشوف اولادي عايشين فيه بامان، كون يعني مرتاحة انه ولادي رح يعيشوا هون، مش كون انا عم بحس انه انا تجاه ولادي انسانة ظالمة اني معيشتهم بهالبلد. 14 اذار غير شيء، 14 اذار قسم جبران يلي بيوحد، 14 اذار هي هالشباب، 14 اذار هي هالناس اللي عطيت دمها لانه كانت مآمنة بلبنان وبالتغيير بلبنان وبالتجديد بلبنان. بس صارت المرحلة مختلفة نيلا، يعني انا بعرف انه يعني حتى 14 اذار، طب ما هي كمان صاروا احزاب سياسية اللي بدو ينزلهم على الارض صاروا باهداف مختلفة يعني للاسف. انا بس انه ما بعتقد انه هدف الرئاسة مثلا هدف مختلف، ما بعتقد حدا ما بده رئاسة، لانه صار كل واحد عنده يعني عنده وجهة نظر مختلفة، مصلحة شخصية صار انه كل واحد انه صار بيطمح للكرسي، هذا صار غير موضوع. هون الناس اللي لازم تجرب تعمل التغيير، حتى الشباب ضمن احزابها لازم تكون هي عم بتكون قالت ضغط على زعمائهم انه لا نحن بدنا رئيس جمهوريه. يعني بيسعدني تفاؤلك انه قوى 14 اذار كناس بعدهم قائمين. يعني بدي انتقل لموضوع اخر نيلا، يؤخذ عليك انت كنائبه ابتعادك عن واجهه الانخراط السياسي يعني كما يفعل سائر النواب، وهناك يعني انتقادات اكيد يمكن تسمعيها او حدا بوصلك اياها او كل يوم كل يوم هالقد. هل بتعتقدي انك عم تتعرضي لظلم بهذا الاطار؟ يعني هل انه هناك سمة مقارنه بين نيلة تويني وجبران تويني اللي كان يعني الله يرحمه يعني حيوي بشكل غير معقول، او هل اثر اغتياله على حركتك السياسيه بمعنى لجمة، او هل انه يعني كمان تظلمين لما تقارني كمان يمكن بجدك غسان تويني وانت بنت يعني عائله سياسيه كبيره؟ كيف عم تتعاطي مع هالامور يعني هالانتقادات هيدي؟ اول شيء ما ممكن واحد يقدر يقارن شخص ببيه او بجده، اول شيء
ما حدا في قرني لا بغسان تويني لانه بدي 500 سنه ما فيي اوصل لغسان تويني ولا لجبران تويني لانه كمان كان انسان مختلف، مش لانه بيي بس بقولها انه جبران تويني انسان مختلف ما بيرجع شخص مثله. ما بحب انه انا يعني بحياتي ما اطلعت وقلت بدي اكون مثل جبران تويني او مثل غسان تويني، بحياتي ما جربت اطلع على فيديو او على شيء هو عامله وعم بتقلده وتقلدي. بالعكس انا نايله، انا مثل ما انا مرتاحه مع حالي، ما عندي هالعقده انه انا بدي اكون مثله او مثل بيي او مثل جدي، بالعكس يلي هن عطشوني اياه، يلي هن ربوني بطريقته، يلي هن حطوه فيي من دون ما انا احس، بكفي انه انا اكون انا شخصي. انا ما بتمنى اليوم ابني يقولوا بده يكون مثل امه او مثل بيه او مثل حدا، لازم يكون هو عنده كيانه وحالته. بينتقدوني ايه، انا ما بروح. كيف بتردي عليهم؟ انا ما بروح اليوم مزبوط، انا يمكن مش بقصر بس ما بروح بعزي الاشخاص اللي يمكن اليوم ما بعرفها. اليوم من شخص كل يوم بروح بعزي، من اليوم كل يوم بروح على التهاني، من كل يوم على التلفزيونات، لانه ما بلاقي انه اذا كل شهر بدي اطلع او كل جمعتين بدي اطلع عندي شيء خبره، ولا بحب اني اكون عم بواجه تاعمل مشكل على التلفزيون وتكون انا عم جيب اودينس مع شخص لانه انا ضده بالراي. انا مني هيك، انا بالعكس بلاقي انه اذا كل انسان يلي بيقول ما برد، بعتقد انه النهار بوسط المدينه في دق الباب ويطلع، بحياتي ما سكرت الباب وش حدا. يلي عم بيطلب مني اي طلب يلي فيي اعمله بعمله، يلي ما فيي اعمله ما بعمله، ما بكذب، ما فيي كذب اقول انا ايه رح اعملكم اياه واكيد اتكلوا علي، وبعدين تروح اشهر وما اكون عم بخدم بس بكون عم بعطي صوره للناس انه انا عم بوعدهم. ما بحب اوعد ساعه اللي انا ماني قادره اوفي الطلب اللي هن بيطلبوه. ايه ماني موجوده على الساحه الاجتماعيه كل يوم لاني بتابع شغلي، عندي مسؤوليه كبيره بشغلي، وصحيح اللي بيقولوا عم بهتم بعائلتي وبولادي هذا الشيء مش عيب، انه واحد يكون عنده اولاد وعم بيهتم فيهم مش يكون في حدا ثاني عم يهتم فيهم، هذا الشيء بالعكس بفتخر فيه. على كل حال يعني انا يعني الانتقادات غالبا انه طبعا انه بتتناول العمل التشريعي، بس للاسف يعني انا كنت رح اقول لك هيدي هلا البرلمان يعني تقريبا مسكر وما في عمل تشريعي يعني. لا عم قلي كيف بيشبهوا النواب بعضها بهالصوره. ايه طبعا للاسف ما عم بيشبهوهم بالتشريع، عم نتشبه بهالامور لانه بيكونوا موجودين اكثر على الساحه وعلى الحضور الاجتماعي وقريبين يمكن اكثر على الاشخاص مني انا، بس انا مني بعيده يعني في صوره غلط، انا موجوده كل يوم بجريده النهار اللي بدق الباب فيه يوصل لي. للاسف البرلمان مسكر، يا ريت ما كان مسكر، يا ريت قدرنا نكون عم نقدم قوانين ونشرع بطريقه مختلفه، نجرب نلاقي قصص جديده مش المواضيع السياسيه بس بالقوانين الاجتماعيه اللي بتخص المراه، الشباب، المجتمع المدني، الزواج المدني، يا ريت نهار فينا نوصل لهالقصص اللي نحن بنطمح لها وبنحلم فيها. نايلة بدي اسالك سؤالين بس بهالمحور بعد، مين بتحمل مسؤوليه الفراغ الرئاسي هلا؟ يلي عم بيقاطعوا الجلسات واللي بحياتهم اجوا على جلسه. بس في نظريه بتقول انه يابا بحق لهم يقاطعوا، يعني انه حق له للنايب، يعني انت كنايبه انه حق دستوري لهم انه ما ينزلوا على مجلس النواب. مش حق دستوري يقاطع وما يجي تما نقدر نصوت لرئيس جمهورية، بعتقد هذا شيء اسمه شيء ما بيتفسر يعني اكثر من هيك يعني، بس بعتقد انه هذا الشيء ما في له تفسير انه واحد على سنتين ونص يكون عم بيقاطع يعني واجباتهم النواب. لانه كان في شغله طريفه ما بعرف اذا يعني لاحظتيها، انه الزعماء كانوا عم بيدعوا الناس ليقوموا بواجباتهم بالانتخابات البلديه وينزلوا يصوتوا يعني، وغالبيتهم ما بينزلوا على مجلس النواب بيمارسوا واجباتهم لحتى هن كمان ينتخبوا أنا يعني رئيس جمهورية. كانت مفارقه كثير شيء مو كثير لافته يعني. هي بهي السؤال الاخير قبل البريك نيلا، ناس بتساله حشريه هل رح تترشحي للانتخابات النيابيه المقبله وعلى اي قانون؟ اذا انت شايفه قانون انتخاب هيدا بهيدا او بدنا نرجع لقانون الستين؟ بعد ما في صوره واضحه الى على اي قانون نحن رايحين،
ان شاء الله يقدروا يعملوا تركيبه بين النسبه والاكثر ليلى تيكون في اكثر ناس ممثله مش بس اللي دائما عم يتمثلوا تنقدر نكون عم نعطي مجال لاشخاص ثانيه وجوه جديده تقدر تكون عم تتمثل وموجوده. اذا بدي اترشح او لا هذا الشيء كثير بعده بكير وليلى يعني ما في شيء بيمنعني اذا الظروف حسب الظروف حسب الاوضاع حسب لوين رايحين ليه لا يعني اكيد يمكن ايه ويمكن لا بعد ما اخذت قراري بس لانه يعني انا عم بسالك لانه طبعا يعني الزعماء السياسيين او القيادات السياسيه بدات تعد العده من اجل الانتخابات النيابيه وطبعا المقعد النيابي الذي يعني بتشغليه انت يعني راح يكون محط تنافس او محط يعني رغبه في الحصول عليه مشان هيك ما بعرف اذا انت بهالوارد او لا هل يعني هل يبقى هذا المقعد لآل التويني او سيحاولون يعني هلا المقعد منه ملك حدا ولا مقعد اصلا لازم يكون ملك حدا ولا ملك عائله ولا ملك زعيم ولا 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 حدا انه بس بيورته للاسف شاءت الظروف انه من بعد بي كان في جدي غسان وبعد جدي غسان صار في انتخابات وانا ترشحت وخط المعركه ونجحتها بس ليه لا اني اترشح ما في شيء بيمنعني اترشح بعد بكير لاخذ القرار اذا ايه او لا. سؤال اخير بس بهيدا الاطار عتيتين هل انت على وئام او وفاق مع الاحزاب المسيحيه التي يعني بالمنطقه بالاشرفيه نظرا لانه في تداخلات يعني امبارح المصالحه غيرت المشهد طبعا انما كان في تداخلات وفي صراع بتغير المشهد بالاشرفيه برايك على هالاساس؟ انا بالعكس انا قريبه من الكل انا من يعني انا من مدرسه هي مدرسه صحافه النهار يلي بتكون مد الايد للكل ومنفتحه للكل وبتحكي مع الكل وقريبه من الكل يعني انا لاني ضد حدا مع حدا ولا مع حدا ضد حدا انا انسانه مستقله بس مالك بكتله حدا ما في يكون بكتله حزبيه لانه انا انسانه مني حزبيه يعني ما ربيت بعقل انه انا اكون حزبيه ماني ضد الاحزاب لتكون واضحه بس انا كانسان ماني حزبيه ما في يكون حزبيه بس بالعكس انا قريبه من الكل وبشوف الكل وبحكي مع الكل واللي 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 حتى بعض الاحيان اشخاص بيكون بدها شيء من النهار بيحكوني ما عندي مشكله مع حدا يعني. رح ننتقل هلا لبريك اعلاني بنرجع بنستأنف الحوار بالقسم الثاني. اعزائي المشاهدين فاصل اعلاني ونعود اليكم. نستأنف حوارنا مع السيدة نيلة تويني وسنتحدث عن أزمة الصحافة. قبل ما أنتقل لأزمة الصحافة نيلة يعني أنت رئيس تحرير النهار رئيس مجلس إدارة النهار الأستاذ تويني كان غاب يعني ما غاب قبل 4 سنين غاب قبل 7 سنين عمليا بفعل المرض واستلمتي أنت إدارة الجريدة يعني وكمان كان في مشكلة هي استشهاد جبران أيضا كيف تمكنت من تحمل هذه المسؤولية وكيف كان وقعها عليك بادئ الأمر؟ أكيد كانت مسؤولية كتير كبيرة صعبة لأنه بعد عملاقين كل واحد بطريقة كتير صعبة أنك تقدر تكفي تتحمل هالمسؤولية وتتحدي قاتل جبران تويني كان التحدي هذا الأكبر لأنه جبران تويني ما مات بكريزة قلب جبران تويني انقتل واللي قتل جبران تويني مش قتل بس شخص جبران تويني أو لأنه جبران تويني نايب أو لأنه جبران تويني سياسي بس انقتل جبران تويني لأنه بالفكر اللي كان هو عم بيطالب فيه بال 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 بمقالاته اللي كان عم بيكتبها بالنهار يلي بتزعج وبعدها بتزعج ورح تضل تزعج الكثير كان بدهم يسكتوا النهار كان بدهم يقتلوا النهار كان بدهم يقطفوا النهار وصلت رسائل بدهم يقلبوا النهار ليل بس للاسف انه كان في رسائل طبعا كان بدها النهار تصير ليل وكان بدهم يحرقوا النهار ورغم كل هالشيء تحدينا الكل مش نيلة اللي تحدت اول شيء اول جرعة انعطت هي من غسان تويني وقت اللي خسر اخر ولد لإله ورغم هالشي
مهز منهز مش يعني ما حزن منهز بس رجع من فرنسا وفايت على اجتماع التحرير وبعتقد بتذكري هالمشهد روزانا وقال جبران لم يمت والنهار مستمرة ومن هون انطلقت مع الصحفيين كلها يلي كانوا يعني كانوا عن جد كل واحد منهم جبار يلي كان عم بيبكي وعم بتكر دموعه وكان عم بيكتب تطلع على الجريدة يعني كان هيدا أنا بالنسبة لي أقوى رسالة وقت بتشوفي صحافي عم بيكتب رياضة ومستشهد جبران طويني بقلب الجريدة يعني عم بيكتب شيء مخصه بس تطلع على الجريدة تاني يوم يعني أنت استمديتي من قوتهم قوة مشان بعد لليوم الجريدة. أنا بستمد أنا مني شيء أنا صحيح موجودة وعم دير وبكتب وعندي رأيي وبغير وعملت مشروع بكل هالسبع سنين بس لو ما كل صحافي موجود لو ما كل موظف موجود بالنهار ما كان أنا عندي هالقوة لأنه وبعدهم لهلأ عم نتحدى كل شيء وعم نتحدى يلي قتل جبران بال2005 ويلي اليوم عم يرجع يجرب يسكت النهار بغير طرق عم نتحدى بكل الطرق وهي فرصة أن اليوم أقدر أوجه تحية لكل صحافي موجود يعني إن كان من أكبر الصحفيين وعميد الصحفيين اللي هو الأستاذ فرانسوا عقل لا أصغر شاب موجود اليوم شاب صحافي موجود اليوم بالجريدة بعتقد كلهم بدهم تحية مني يمكن ما بوجه لهم إياها دايما يمكن مني كل يوم بجي بحكي حكي بس بعتقد أنه بيستاهلوا لأنه استمرار النهار هو بفضلهم بإيمانهم بالنهار بإيمانهم بهالرسالة وبإيمانهم أنه الصحافة بدها تكفي جريدة النهار بدها تكفي بكل رسالتها وبإيمانهم أنه اليوم النهار من أساس لبنان بكل تواضع يعني عم بقولها مش أنه أنا شايفة حالي بس لا النهار يعني لازم تستمر وما حدا رح يوقفها ما قدروا يوقفوها وما قدروا يسكتوها وطالما أنا عايشة ما رح أوقف النهار وما رح خلي النهار تسكت يعني روحتي لي كل الأسئلة اللي حطتهم على أساس أنه بدي أسألك لأنه في أسئلة كتير على هذا الموضوع عن النهار على استمرارية النهار لا بس توقفت على مسألة قلتي أنه اللي بدهم هلأ يسكروها يعني بعد في محاولات لأقفالها انت برايك في محاولات فعلا يعني طبعا عم تقولي انه ما نجحوا باقفالها وقت اغتيال جبران وانما محاولات اقفالها مستمره اليوم دائما في محاولات لاقفال النهار ودائما في ناس ما بتحب النهار وبتعمل حملات ضد النهار شو ما عملت النهار بينطر كيف شو عم تعمل النهار تينتقد النهار نيلا انما اليوم النهار بازمه ازمه كبيره ازمه كبيره ازمه كبيره ما هي أسباب هذه الأزمة؟ يعني إذا بدنا نشرحها يعني هل هي أزمة صحافي يعني بمعنى أنه الانتقال من الصحافة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية؟ هل هي فقط لأنه يعني ما بعرف أقله يعني مش أنا رح يعني أعطي رأيي بدي رأيك بهذه القصة إنما لأنه النهار عنده جانب إلكتروني يعني مكمل بهذه القصة ما بعرف إذا هي هذه هي الأزمة نعم أو لا يعني ما بعرف في عدة أسباب للأزمة أكيد في أزمة عالمية ما حدا في يتخبى ويقول إنه ما في أزمة عالمية في مؤسسات كبيرة صحف كبيرة عم بتسكر أو تسكرت أو انتقلت للموقع الإلكتروني فقط يعني. أكيد في أزمة كبيرة موجودة بس مش يعني انتهت الصحافة الورقية صار عندها طريقة تانية صار في غير نظرة للصحيفة الورقية اليوم منو ناطر بقى القارئ منا انه نحن اليوم نخبره بالمعاشات تاني يوم شو اللي صار مبارح لانه كنا عم نحضر بالريبورتاج انه على الموبايل على التليفون عم بيوصل لكل شخص شو عم بيصير لحظه بلحظه مصر. يعني منه عايز بقى هيدا الشيء اللي كان بالزمان اساسي المعاشات شو عم بتخبر شو اللي صار بس اليوم اكيد في قراءه معينه في كتاب في محللين في تحقيقات هذا اللي عم نجرب شوي شوي نعود قارئ النهار من دون ما نصدمه انه ننقل من جريده عم بتخبر شو صار امبارح لصحيفه عم تعطي تحليل عم تعطي تحقيق ثقيل عم تعطي ابعاد حتى على التليفون او على الكمبيوتر ما راح يقدر يقعد يقرا موضوع طويل او تحليل طويل ويركز في يشتري جريده الصبح
وفي يقرا التحقيق او الموضوع او التحليل عن 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 موضوع معين عشيه او تاني يوم الصبح، وما تكون انه صارت خلص بدها جريده انه ما بقى تنفعه. نيلا ذكرتي شيء انه بيقدر يتابعه على الموبايل، انما طيب لما بيقراه على الموبايل ليش بده يشتري جريده؟ يعني ما هون كمان صار عنا يعني صار في ازدواجيه، اذا الواحد عم بيوصل له هالخبر او اي تحقيق او شيء عبر الانترنت او عبر التابلويد او اي شيء، هلا ليه بده يرجع يشتري جريده يدفع حقها مصاري وهيديك عم توصل له ببلاش؟ هلا في يعني ناس معوده انه تقرا الجريده وبتقلك ما في يعيش بلا ما امسك الورقه وعلى الصبح اشرب مع القهوه النسخه الورقيه، بس كمان في 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 طريقه معينه، في سيستم معين عم نشتغل شوي شوي عليه بعد ما تعود عليه القارئ اللبناني او القارئ العربي. اليوم بالخارج صار فيه بتقري بعض المواضيع ببلاش وبعض المواضيع بدك تدفعي تقريها. وهذا اللي نحن شوي شوي عم نشتغل عليه. للأسف أنه اليوم بعد المواقع الإلكترونية ما كتير بعد عم نحترم بعضنا البعض، ما كتير عم نعطي كل واحد أنه نقدر نحترم الشخص اللي عم بيجيب الموضوع أو عم بيكتب الموضوع، أنه تنقدر نعمل أن ننظم ننظم الوضع الإلكتروني. بده يصير في تنظيم، يصير في احترام، يعني كل هي يمكن الدولة يمكن بدها لازم يكون في قوانين او شيء نظر لهالموضوع. يعني اليوم الصحافه اللي عم بيكتب والموقع او الصحيفه اللي عم تكتب لازم ينعطاها على الموقع الثاني اللي عم بياخذ من عندها يحترمها ويحط لها اللينك تالقارئ يفوت لعنده. من هون بتصير تتنظم القصه تنقدر نحن نبلش نسكر بعض الامور، بعض المواضيع الثقيله يلي رح تنحط بالجريده اذا تصير كمان القارئ لازم يدفع تيفوت يقريها. يعني هيدي كلها عمليه بروسيسوس بده وقت، بده شغل، بده تنظيم، ان كان بالتكنولوجيا وان كان بالعقل شوي شوي، بالعقل يلي معود انه بس بيكبس بزر بيطلع له كل شيء، شوي شوي كيف بده ينقل من انه يصير يدفع يحط الكارت تبعيته ويدفع تيقدر يقرا، يمكن من بعد ما يقرا 10 مواضيع يصير بده يدفع، هذا كله بده شوي شوي تنظيم تنقدر نوصل له انه يصير في قصص مدفوعه على الاونلاين. انما نيلا معلش بس انه مش هيدا هو بس سبب أزمة النهار، يعني النهار عندها أكيد مش هيدا أزمات، يعني عندها أزمة مختلفة، هناك شائعات كثيرة في البلد، يعني ممكن تقفل النهار، يعني في يعني غياب المساعدات، غياب التمويل، ما هي مشكلة النهار فعليا؟ ويعني ماذا ستفعل في ظل هذه الأزمة؟ تنكون واضحين ونحكي بكل وضوح، ايه في خطر على النهار، بس النهار ما رح تسكر لو شو ما صار. النهار اليوم عم تمرق بازمه كثير كبيره، وهذا اللي كنت عم بقول لك اياه، انه انا وين عم بوجه تحيه لكل شخص موجود بهالمؤسسه يلي هن عائلتي بعتبرهم، لانه كثير عم بضحوا، كثير عم بيتحملوا، كثير عم بيعانوا معي. لو ما هن انا ما فيي كفي، ولو ما هن النهار ما فيها تكفي، وبقولها بكل وضوح. بدي اتشكر كل شخص منهم. الازمه ازمه عالميه، ازمه اعلانات، تراجع بالاعلانات، سوق الاعلان ب 70 75% بالبلد، كل شهر عم بيزيد بالبلد، بالمنطقه في تراجع بوضع الاعلانات، المنطقه ككل والمنطقه والوضع السياسي واللي بده يقول انه كان يجينا تمويل، كان يجينا اشتراكات، صح؟ بس مش هي بس كانت تعيشنا، اللي كان يعيشنا والاساس اللي كان يعيشنا هو الاعلانات. الاعلانات بس المنطقه كلها الاعلانات، يعني نتيجه الوضع الاقتصادي، وضع المنطقه او الوضع يعني الاقتصادي ان كان بلبنان وان كان بالمنطقه. أوكي. الاعلانات صار لها 3-4 سنين عم بتنزل لورا 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 لورا، اللي وصلت اليوم لكارثه. يعني من 4 سنين كان الوضع شيء، اليوم صار كارثه. هذا شيء، هذا شيء كثير مهم. يعني اذا 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 صار رجع البلد شوي يتحرك ونشطه الاعلانات ممكن يعني يكون حل لازمه، يعني مثلا لازم البلد يتحرك، لازم نرجع ل لا 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 لبلد عم بيتنفس، لبلد فيه سياحه، لبلد الناس، يعني نرجع لوضع يكون هو يرجع يعيش هالحركه، يعيش حركه الاعلانات. لازم المنطقه تروق كمان ترجع تعيش الاعلانات. بعدين مثل ما قلت لك نحن عم نشتغل على الشق، نجمع ما بين الاونلاين والجريده،
حتى عندك يعني اليوم صار عالم كامل متكامل، منبلش من السوشيال ميديا، يعني نحن كوسيلة إعلامية منبلش من السوشيال ميديا، بننتقل على الموبايل فيرجن يلي هي اللي عم بيقولوا عنها الشباب والصبايا إنه بيقروا على الموبايل اللي هي بتختلف عن حتى نوعيتها وطريقة الخبر عن الموقع الإلكتروني. العبارة مختلفة طبعاً. ننقل على الموقع الإلكتروني تننقل على الجريدة، وما ننسى كمان عنا صار نحن يعني صار حتى كوسيلة يعني جريدة صحيفة صار عنا كمان ويب تي في، يعني اليوم نحن عنا النهار دوت تي في يلي عم بتمرق فيديو يلي فيك تقولي رأيك عبر الفيديو، يعني هي عمل كامل متكلم، صار العالم كله صار موصول ببعضه، يعني أنا هون بلبنان موصولة بأمريكا موصولة ببرازيل موصولة، صارت غير نظرة عن النظرة القديمة. كرمال هيك في ورشة كبيرة نحن عم نشتغل عليها وفي أزمة عم نواجهها، وكرمال هيك أنا اليوم بدي أدعي كل لبناني بيأمن بالنهار وبيأمن بلبنان أنه لازم بالعكس يوقف حد النهار، مش يضل يقولوا عرفتوا أنه النهار بدها تسكر، النهار ما رح تسكر، بس كلنا بدنا نكون واقفين تنقدر نساعد النهار ونكون بالعكس عم نعطي قوة للنهار أنه تقدر تكفي النهار وتستمر. ما رح خلي لحظة يلي قتل جبران يكون عم يتفرج ومبسوط أنه النهار عم تنتهي أو عم تسكر. مهمة دعوتك للبنانية على كل حال، نحن بنتمنى على كل حال يعني يقروا، مش لأنه بس لدعم النهار، كمان يقروا بإطار يعني المزيد من أنه الثقافي ومزيد من لأنه في شيء عم بيصير. مثلا شهدنا الأسبوع الماضي يعني أسابيع عدة، وبس أكثر شيء الأسبوع الماضي فورة يعني الصراع السياسي الذي انتقل إلى الشاشة، يعني الشاشة التلفزيونية أخذت محل الصحف لدرجة أنه أخذت الوهج من الصحافة حطتها بالدرجة الثانية. هل هالشي كمان مؤثر على يعني بالوقت اللي مثلا في إعلانات كتير على التلفزيونات أو عم بإطار الصراع السياسي مش مزبوط أنه كمان الوسائل الإعلامية التلفزيونية مش عم تمرق بفترة صعبة بواقع صعب، يعني حتى اليوم التلفزيون صار بتطلع بغير نظرة، لأنه صار حتى اللي عم بيطلع على التلفزيون عم بيتفرج على التلفزيون معه تليفون وبإيده عم بيطلع وبيقرأ شيء على التليفون وعم بيقرأ وعم بيحضر تلفزيون، وحتى اللي عم بيقدر يعرف عبر الوسائل الاتصال وعبر المواقع الإلكترونية شو عم بيصير على التلفزيون بعد لها دور كبير. بس بفتكر كل الإعلام صار في نظرة تانية للإعلام مختلف. ونظرة مختلفة، يعني حتى بعتقد التلفزيونات لبعد لقدام 10 سنين اللي يكون عم تدرس كيف كمان شوي شوي عم يفوتوا بهالعالم، يعني أنا اليوم إذا ما عم بحضر مسلسل أو برنامج مش عم بقدر ما حضرته على التلفزيون ما رح روحوا علي، عم برجع بحضره على الموقع الإلكتروني اللي تابع للتلفزيون المعين. كل الكونسر كل يعني المقاربات اختلفت. ما بعتقد أنه التلفزيون أخذت من الجريدة، بعتقد هي هالظاهرة الإلكترونية يلي أخذت الظاهرة ككل، يعني مش بس التلفزيونات. نيلة ذكرتي أنه دعوتي إلى كل لبناني بدل ما يقول أنه النهار يي رح تسكر أو بدها تسكر أو يعني عم بتسائل بهذا الإطار إلى أنه دعم النهار بهذه القصة. هل الطبقة السياسية، أين هي الطبقة السياسية من مسألة النهار؟ يعني نحن بنعرف النهار يعني بأرسل غني 80 سنة وأكثر أرز ذهبي، يعني هيدا يعني مثل البعض يشبهها مثل أرزة بنص العلم اللبناني، لأنه النهار هي معلم حضاري وتراث حضاري بالبلد. أين الطبقة السياسية مما يحصل مع أزمة النهار؟ يعني هل هناك ردة فعل إيجابية سلبية؟ هل هناك تعاطف؟ يعني ما بعرف، يعني الطبقة السياسية للأسف بيزعلوا إذا ما نزل خبر أو نزل الخبر، لأنه بعد مش عم يتفهموا أنه نحن صرنا أكثر عم نحط المواضيع والتحاليل بالجريدة على هيدا الشيء. بنسمع التليفون عم بيلومونا أنه ما نزل الخبر أو نزل خبري أو ولا ما عم تهتموا فيي بهالخبر أو ما عم تهتموا بأخبارنا، هيئتكم ما بتحبونا. الاهتمام أنه النهار بأزمة أو لا، لهلأ تنكون صريحين ما في ولا يعني ليل في يقولها بوضوح. يمكن الشخص الوحيد اللي كان كتير مهتم أكيد ما يعني كان كتير مهتم بوضع النهار وخايف على وضع النهار هو دولة الرئيس نبيه بري، هو اللي اتصل وهو يعني بالعكس هو اللي يلي همه إنه كيف يجرب يساعد النهار تستمر. بس للأسف مش إنه أنا اليوم كل يوم في شخص
عم بيتصل او زعيم سياسي عم بيتصل بلا عبر تغريدات كمان يمكن كمان عبر تغريدات وليد جنبلاط غرد انه النهار منبر كثير مهم لازم يستمر واكيد في اللي كثير مهتم لانه هو من المساهمين الاساسيين اللي هو رئيس سعد الحريري لانه بالنتيجه كمان هو مساهم كبير بالنهار. يعني فينا نقول انه مثلا هل تخلت الطبقه السياسيه عن الصحف؟ يعني هل عن اهميه ما بفتكر الصحف تكلوا على الطبقه السياسيه لانه يعني سوري نايله بس انه يعني هي مش ازمه النهار، هي ازمه الصحافه، يعني في زملاء يعني صحف زميله تعاني ازمه، يعني ما شفنا الطبقه السياسيه، وزير الاعلام اعد مشروع لم يرى النور، هو زار عده صحف ووضع مشروع ما عاد سمعنا عنه، يعني سمعنا انه في مشروع، ما حدا يعني ما سمعنا شيء بعدين من هونيك ورايح ما في شيء. لانه بالخارج باوروبا وبامريكا الدولة بتهتم بالصحف وبالتلفزيونات وفي كوتا معينة بيعطوها بيعطوا مصاري للتلفزيونات والصحف، اليوم للاسف بلبنان هذا الشيء مش موجود، يعني اصلا ما في اهتمام من الاساس مش من اليوم، من الاساس الدولة ما بتهتم بالوسائل الاعلامية ككل. ما بدنا كثير وقت يوصل انه الدوله تتغير والنظام يتغير، التفكير يتغير، يعطوا اهميه للاعلام، ما يعود انه كل اعلام محسوب على حدا، لانه بالعكس نجرب نشوف كيف عم نعزز الاعلام تيكون في عده خيارات تقدر تقري ويكون في غنى بالاعلام. يعني انه اليوم مثل النهار السفير عم بتواجه ازمه، يعني في كثير صحف ويمكن تلفزيونات رح توصل له انه لازم نجرب نحمي اعلامنا لانه اعلامنا غني. ما شفناه، يعني هذا المشروع اللي اعده وزير الاعلام مش رح نشوفه، ما بعرف اذا رح يعني للاسف هو كان متحمس له وكان عم بيعطي كثير اهميه وبين قديه هو كان معني فيها وعتلان هم، بس اكيد هذا الشيء ما رح يبصر النور. يعني شيء مؤسف. نايلة بدي أسألك سؤال، ما بعرف يعني نهار فيها شركاء سياسيين، ذكرت الرئيس الحريري، البعض يتساءل يعني هل يعني الطبقة السياسية لا يهمها مثلا ما يحصل لأنه الحريري شريك، مثلا الرئيس الحريري شريك في النهار، أو أنه يعني بيعتبروا أزمة النهار من أزمة الرئيس الحريري أيضا، لأنه طبعا هناك أزمة مادية كمان أيضا عند الرئيس الحريري. أزمة النهار من أزمة مثل ما قلنا العالمية اللي عم بتدق بالصحف ومن أزمة الوضع الاقتصادي بالمنطقة وبلبنان تحديدا، مش متعلقة بحدا. وما بعتقد انه النهار حتى ان كان سعد الحريري او غيره، ما بحدا بده النهار تكون تابعه لزعيم او لحزب او لتيار معين، النهار لازم تحافظ على خطها، على استقلاليتها، على تعدديتها. انا من وقت ما فتت تدربت بالنهار هون تعلمت الغنى اني احترم الكل، احترم كل راي، في صحفيين من كل الانتماءات السياسيه ومن كل الطوائف، هيك تعلمت، هيك بتتويني، ومدرسه النهار علمتني، هيدا غنى لبنان، النهار يلي بفوت على النهار بيكتشف انه هيدا لبنان الصغير يلي بيحترم بعضه، بحياتنا ما تخنقنا على السياسه، وانت كل يوم قاعده، يعني انت من قبل ما انا يمكن من زمان انا كنت صغيره انت موجوده وبتعرفي كثير منيح بس بتعرفي كثير منيح انه نحن بحياتنا ما عشنا شفنا حدا عم بيتخانق مع التاني للسياسه ولا على 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 انتماء سياسي ولا على انتماء طائفي ولا على شيء. يا ريت لبنان بيكون على صورة النهار، على اللي حطوا غسان تويني وجبران تويني واللي حطوه الكبار بالنهار، لأنه عن جد في كتير ناس كبار وأقلام كبار قطعت بالنهار، يمكن منهم توفت ويمكن منهم بعدها موجودة. نايلة يعني إن شاء الله على كل حال، ما بعرف كيف الأمور بتروح بمسألة النهار، إنما في شغلة إنه يؤخذ على إدارات الصحف إنه يعني أنت عم تحطي هلأ مشروع بعيد المدى له علاقة بالمقاربة الجديدة، يعني بس هيدا الشيء يؤخذ عليه انه ما شفتوه قبل، يعني هل ما شفتوه هيدي المسألة قبل او ما قدرتوا يعني واكبتوها، او انه يعني او اتكلت الصحف اللبنانية بشكل عام على
الشركاء الخارجيين يعني من خلال الإعلانات كما ذكرتي، الدعم الخارجي يعني نمت على حرير أنه ممكن الدعم، أو ربما حتى الطبقة السياسية متكلي أنه يعني الصحافة اللبنانية ممكن تعتمد حتى على الشركاء الخارجيين مثلا أو أي شيء من هذا النوع، مش هيك ما بتدعم أبدا يعني أبدا. نحن كنا واعيين من الأساس على الأزمة وعلى الحالة وعم نجرب بنكافح وما وقفنا، وكرمال هيك فتنا بكل هالمشاريع. يعني في ناس من فتره فكرت من سنه سنتين ثلاثه وقت حتى بلشت الموقع الالكتروني بصورته الجديده، لانه نحن كان من ايام جبران في موقع الكتروني اللي هو موقع الصحيفه، بس اليوم وقت انا بلشت النهار دوت كوم اللي هو الموقع الالكتروني والنهار تي في وفتنا على السوشيال ميديا وكل هالشيء، صار في ناس حتى يمكن من داخل النهار اعتبرت انه النيله جاي تسكر الورق ورح توقف الورق وعم تعطي أهمية للأونلاين. هي لا، هيدي صورة غلط، لأنه نايلة كنا عم هي وشركة الإعلانات جروب شويري كنا عم نتوقع شو اللي رح يصير، وكنا عم نتحضر لما يكون مش الترين بالسكة ونحن بعنا ورا ومش قادرين بقى نكون ما نلحق هذا السبق يلي عم بيصير. يعني كل اللي كنا عم نجرب نعمله انه نكون عم نواكب وما نتاخر على اللي على الوضع اللي هو فيه بالعالم. يعني بس هلا يعني هلا ذكرتي انه انت ما رح توقفي الطبعه الورقيه، انما يعني الكلام ذكرتي كمان ما رح نسكر كمان، اكدتيها هيدي المساله. هيدا لأنه نتيجة شائعات كتيرة بالبلد طبعا، ويمكن طلعتي بيان أو أكثر بهيدا الإطار لحتى تنفي أو هيدا، إنما هناك خسائر كبيرة. يعني وإلى متى تستطيعين أو تستطيع النهار الاستمرار على هذه الوتيرة؟ يعني في بالآخر في حد معين، صح؟ عم نجرب نلاقي حلول، عم نشتغل على كل شيء، على شو منقدر نعمل تنقدر نخلص النهار. وعم بقول لك اليوم الدور الكبير هو لكل شخص انه يقدر يستمر ويتحمل، مش رح يضيع حق حدا، واللبنانيه تطمنوا انه رح نقدر نخلص هالمؤسسه. كيف بدها وقت، بس رح نوصل. مش وقت عم بحكي مش سنه، لا، بس انه بدها وقت، بس النهار رح تبقى وتستمر لو شو ما صار ان شاء الله. نيلة، هناك صحف زميلة يعني اطلقت صرخات انذار، انت لم تفعلي ذلك، يعني انه اقل علنا. يعني بعرف انه يعني هناك ازمة، يعني هل انت بواجهة مثلا انه هلا باطلالتك معي عم بتوجهي انذار بهيدا الاطار يعني للطبقه السياسيه لتعي اهميه ما تتجه اليه الصحافه والاعلام، الصحافه المكتوبه في لبنان؟ انت كثير عم تعطي اهميه للطبقه السياسيه. ايه، لانه تقلك ليه، معلش خليني اوقفك، الطبقه السياسيه هي لما هي بتكون مسؤوله عن البلد، هي مسؤوله عن البلد. يعني بردون خليني بس كمل السؤال. الطبقة السياسية لما بيصير في عاصفة ولازم يعود مجلس الوزراء على المواطنين نتيجة العاصفة التي أضرت بمزروعاتهم أو بهيدا، وهيدي واجبة الدولة. يعني لما صحف بقيمة النهار وبقيمة زملاء يعني صحف زميلة أخرى يعني تتعرض لصعوبات، عم بعطي أهمية لأنه هن المسؤولين. يعني لما الطبقة السياسية هي بتكون مسؤولة، مش لأنه عم يعني شخص بحد ذاته، هناك مسؤولية للدولة. نحن ما فينا نقول لرئيس جمهورية لأنه هلأ ما في رئيس جمهورية، بس بالآخر هيدا منطلق الإصرار على هيدي المسألة. الإدراك نهار أو الصحف هي قيمة وطنية، مش لازم الدولة أو السياسيين يتركوها تنهار أو تتعرض ما تتعرض له. هلأ نزلنا قبل ما تكون الطبقة السياسية واعية على أزمة الصحافة، هتكون واعية على أزمة الناس، على صحة الناس، على الزبالة اللي موجودة على الطرقات واللي عم نشم الريحة، وما بعرف ولادنا والناس كلها كم ميكروب وميكروب انتفت لهلأ عم نشم ريحة ولهلأ. يعني قديش مرقت فترة النفايات وما كانوا واعيين، صح أو لا؟ ولهلأ بعد في رواسب، هلأ الخضرة والأرض والريحة اللي عم نشمها كلها، وهن ما كانوا واعيين ومش مهتمين. يعني إذا بصحتهم بيشربوا مية لبنان، بيأكلوا خضرة لبنان، بيأكلوا أكل لبنان، وعم بيمرقوا على 100,000 ميكروب وهن ما كانوا واعيين، مش رح يجوا يوعوا على على على
على على أزمة الصحافة، هن مسؤولين بالوضع الحالي اللي عم بيعملوه بالبلد، مسؤولين عن الحالة الاقتصادية، عن الدمار اللي عم بيصير، عن كل هالأمور. إيه هن مسؤولين يخلصوا لبنان، ينتخبوا رئيس جمهورية، يصير في انتخابات نيابية تنقدر يرجع البلد يتنفس، يكون في أمان بالبلد، ما يقعد في خوف أمني، تنقدر نرجع نشوف السواح بالصيف مثل ما كنا نشوفهم، كنا نحس بهالحركة وتعيش. بس كمان كل معلن مسؤول، وكل اقتصادي مسؤول، وكل يمكن الأصحاب اللي عندهم مصارف، أصحاب اللي عندهم، كل واحد موجود بالاقتصاد قادر يغير، هو اللي لازم يساعد الصحف، هو اللي لازم يساعد الإعلام، هو اللي لازم يجي يوقف حد الإعلام ويجرب يساعده تيلاقي حل. مش قصدي انه يجي بس تيدفع مصاري، لا، لازم هن كلهم يعملوا صرخة. يعني للأسف انا بدي اكون هالقد صريحة، ولو عم بأذي انا نقيب الصحافة ما تلفن سألني انا شو وضعي. يعني ما في بالبلد صار أنانية او بس وجهها انه انا نقيب صحافة او انا مسؤول او انا زعيم او انا سياسي. يعني خلينا نبلش من المفروض يكون للأهم انه بفتكر كل لبناني مسؤول، وكل معلن مسؤول، وكل كل شخص بموقعه مسؤول انه يجرب يشوف كيف بده يخلص الإعلام. نقدر يمكن نقعد ونحكي ونتحرك نعمل شيء مثل ما برا بخلصوا إعلامهم وبيكونوا عم بيدعموا الإعلام. أنا اللي عم بقول لك إياه إنه صحيح هن مسؤولين بالوضع السياسي، بس أنا ماني مراهنة عليهم أو متكلة عليهم تهن يجوا يخلصوا مؤسسة. هذا الفرق. لا هلا عم بتدهشيني بمسألة طبعا لما بيكون من أهل البيت، يعني الصحافة ما فيها الاهتمام المرجو، يعني على الأقل يعني كمان ما فيناش نعتب على الطبقة السياسية ربما، بس أنا عم بحكي من منطلق أنه الإرث الصحافي بالبلد كلبنان كان يعني معلم بالمنطقة. هذا اللي أنا بهمنا، يعني نحن ما يضعف، ويمكن يعني مثل ما عم بتقولي الرسالة اللي عم بتوجهيها أنت لكل شخص معني فيها، مش بس الطبقة السياسية إنما لأنه من منطلق المسؤولية. طب نيلة، قبل ما ننهي معك سؤال أخير، انت بتتوقعي يعني المدى الصحافي الورقي يعني ذكرتي انه الدول برا في صحف كثيره عم بتروح على الويب سايت، على الـ على الـ على الصحافه الالكترونيه الاندبندنت مثلا قبل شهرين ثلاثه، نحن الى اي مدى ممكن الصحافه الورقيه انه تعيش؟ يعني قديش تحطي لها مدى؟ هل نحن يعني بنكون مهيئين خلال سنه سنتين ثلاثه نتخلى عن الصحافه الورقيه، او نحن عندنا ممكن انه هيدا الشيء يطول اكثر، يعني يطول اكثر هيدا الشيء؟ هلا ما حدا في يتوقع، ولا حدا في يقول انا رح ضاين سنه او رح ضاين 10 سنين. بس اللي بقوله الهدف انه نترك الصحافه الورقيه اليوم. النهار ما رح تتخلى عن الصحافة الورقية، يعني عن الورق ما رح نتخلى عنه. بدي أعمل أنا والفريق عم نشتغل أنه نعمل طريقة جديدة، صورة جديدة يمكن تصدم الناس، بس بالعكس هذا التجدد أنه يصير القارئ عم بيقول إيه، تحرز روح اشتري جريدة. وكل قارئ بيشتري الجريدة بيكون عم بيساهم كمان بإبقاء الورق. يعني طالما هو في قارئ عم بيشتري النهار الورق، طالما المعلن كمان هو بمحل رح يجي يتشجع أنه لا، بعد في ناس عم تقرأ. يعني هذا كله كل عم بقول لك انه اللبناني هو اللي بيخلص، لانه كل ما هو عم بيقرا، كل ما هو المعلن عم بيامن بالصحافه الورق، كل ما نحن عم نكمل ان كان بالورق وان كان بالموقع الالكتروني. اليوم لبنان عنده غنى بصحافته، عنده غنى بثقافته، بكتابه، بكل هالامور، بالمهرجانات اللي بيعملها، عندنا غنى. هذا الشيء اللي عندنا اياه لازم نحن نجرب كلنا سوا نشوف كيف نقدر نحميه. هذا اللي لازم نعمله. يعني انا برايي نيلة تويني، انا يعني بتامل على كل حال، يعني اللي انت تمنياتك اللي قلتيهم بتمنى انها تتحقق على كل حال، وخصوصا بمجال الصحافي، خصوصا انك انت مسؤوله عن اهم يعني احدى اهم الصحافي، يعني الصحافي بالبلد او اسس الصحافي بالبلد. بدي اشكرك على اطلالتك معنا الليله، وتصبحوا على خير، وعلى امل انه نشوفكم الاسبوع المقبل اعزائي المشاهدين. انا بدي اتشكرك.